انضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. ما الجديد لديك دانا؟ هل الوضع وتيرة مختلفة؟ نتحدث عن أنباء أولية حتى اللحظة، وبيان شرطة الاحتلال يقول بأن هنالك عملية وحادثة إطلاق نار عند معبر الليمبي قرب مدينة أريحة في الأغوار، والإسعاف الإسرائيلي نجم داوود الحمراء كانت قد تحدثت عن ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين إلى 3 في حالة حرجة فاقدين للوعي. أما بيان شرطة الاحتلال فتحدث عن عدد من الإصابات وخصص 3 للحديث عن أن هذه الإصابات حرجة. التفاصيل الأولية تشير يبدو أن سائق شاحنة أردني، كما يذكر وتذكر هيئة البث الرسمية وإذاعة جيش الاحتلال بأن منفذ العملية هو سائق شاحنة أردني قدم من الأراضي الأردنية إلى معبر الليمبي وقام بوضع ودس سلاح في الشاحنة وأخرجها حين وصوله إلى المعبر وأطلق النار على المتواجدين في منطقة صالة الشحن. لذلك الترجيحات الأولية تقول بأن المصابين هم من موظفي المعبر، معبر الليمبي الذي يقع في منطقة أريحة في الأغوار. وكذلك الحال هيئة البث الرسمية ووسائل إعلام إسرائيلية تتحدث بأن هنالك طائرة مروحية قدمت إلى المكان لربما لإجلاء المصابين أو حتى للتعامل مع الموقف، وهذا ما تؤكد وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مروحة إسرائيلية تتوجه إلى موقع إطلاق النار. أما الشرطة تقول بأن ملابسات الحادثة غير دقيقة حتى اللحظة وبأنه يجري التحقيق في الموضوع وفي ملابسات وخلفية الموضوع أكثر، ولكن التفاصيل الأولية كما نشرناها والترجيحات الأولية بأن منفذ العملية هو سائق شاحنة أردني وضع السلاح في الشاحنة وعند وصوله إلى المعبر أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار ما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين أو المتواجدين هناك، 3 منهم إصابتهم حرجة فاقدين للوعي. بيان شرطة الاحتلال يتحدث عن تحييد المنفذ، تحييد المنفذ في اللغة العبرية عادة ما تستخدم في تنفيذ العمليات والتي تعني شل حركة المنفذ أو استهدافه في القسم العلوي أو حتى مقتل المنفذ، ولربما هذا يرجح الرواية الإسرائيلية بأن هنالك شهيد عند معبر الليمبي برصاص الاحتلال أو موظفي الأمن المتواجدين في معبر الليمبي هناك حيث وقعت عملية إطلاق النار. حدث كهذا دانا كيف سيؤثر على الداخل الإسرائيلي مع مجموعة الأحداث الأخيرة التي حدثت في الفترة الماضية ومع تواتر الأحداث داخليا؟ لربما هذا يتماهى مع ما حذر منه ضباط إسرائيليون اليوم حيث قالوا بأن المستوى السياسي يتسبب بتصعيد كبير في الضفة الغربية، حيث اتهم الجيش الإسرائيلي بشكل خاص وجهت هذه الاتهامات إلى سموتريتش وإتمار بن غفير بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنهم يتسببون بتصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية كلها، وبأن هذا التصعيد من شأنه أن يفجر الأوضاع لدرجة اندلاع انتفاضة بحلول الأعياد اليهودية الشهر المقبل، وخاصة مع اتساع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى واستمرار إغلاقات الحواجز والمعابر على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، حيث كانت هذه التهديدات والإنذارات التي أرسلها جيش الاحتلال الإسرائيلي للشرطة الإسرائيلية أيضا وليس إلى المستوى السياسي، لأنها لا تمنع صلوات المستوطنين وأيضا هنالك خرق للوضع القائم الراهن. لذلك كل الترجيحات الإسرائيلية تقول بأن هنالك سيكون مزيد من العمليات الفلسطينية الموجهة ضد أهداف إسرائيلية، ولربما ما يحدث اليوم من عمليات إطلاق نار أو ما حدث اليوم أيضا في الضفة الغربية في أريحة الأغوار من عملية إطلاق نار هذا يندرج ويترجم ضمن هذه التهديدات، وخاصة مع ما حذرت منه أيضا قادة الأجهزة الأمنية بعد 7 أكتوبر بأن الجبهة الثانية ستكون هي الضفة الغربية بازدياد أعداد العمليات ضد إسرائيليين أو حتى ضد تلك الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني هذه الجبهة كانت يتم التعامل معها لأنها جبهة مساعدة ولكن ربما تتحول إلى جبهة رئيسية. سأسألك يعني سؤال خاص بالمواطن الإسرائيلي وسط كل ما يحدث من هذه الظروف، ما الذي يريد المواطن الإسرائيلي حاليا؟ بداية يريد إنهاء الحرب ليس لمصلحة الفلسطينيين أو درءا لدماء الفلسطينيين في طبيعة الحال، ولكن للإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.
حيث أثناء تواجدنا في تل أبيب أمس كانت هنالك أصوات زاد عددها عن 400,000 محتاج كانوا يطالبون بضرورة إبرام صفقة تبادل أو حتى بضرورة إقالة هذه الحكومة الإسرائيلية المتزمتة في مواقفها والرامية إلى عدم المضي قدما في صفقة التبادل. ولكن التخوف الأكبر كما ذكرنا أن عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، عدم المضي قدما في هذه الصفقة يعني استمرار وجود المحتجزين هناك، يعني عودتهم توابيت، وهذا في طبيعة الحال سينعكس في ازدياد حالة الاحتقان والغضب ليس فقط في الشارع الإسرائيلي بل أيضا في الشارع الفلسطيني. وهذا التخوف الأكبر من أن هنالك بعض المناطق القريبة بسبب المستوطنات الجاثمات على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية يكثر فيها تنفيذ العمليات هناك، أو حتى في مدينة القدس التي يوجد فيها احتكاك مباشر ومتواصل ما بين الفلسطينيين والمستوطنين، والتخوف من أن تزداد رقعة العمليات الموجهة ضد الأهداف. هذا يعني بأن الحكومة السياسية الإسرائيلية وحتى المنظومة الأمنية تجر إسرائيل والإسرائيليين إلى أكثر إلى العنف كما يقولون، وإلى أكثر من أن يكونوا عرضة لتنفيذ عمليات فلسطينية بسبب هذا ما بسبب كل الضغوطات والاعتداءات والعدوان الذي يفرضه وتفرضه الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين. وهل لديك أي بيانات محدثة بشأن الرد الإسرائيلي عن هذا الحادث؟ الله، لكن نتحدث أن في المجمل هنالك إعادة صياغة لهذه البيانات، وشرطة الاحتلال التي قالت بأنها تحاول يعني التأكد من خلفيات الحادثة إذا ما كانت على خلفية قومية، أي أن الأهداف قومية للدافع عن الفلسطينيين، ولكن الحديث بأنه تم تحييد المنفذ في طبيعة الحال جراء أي عملية أو عقب أي عملية يكون هنالك تحويل المنطقة التي جرت فيها هذه العملية إلى سكنة عسكرية بتعزيزات شرطية بإغلاق لهذه المنطقة التي حدثت فيها هذه العملية. وكما ذكرنا هنالك تعزيزات وإمدادات للمتواجدين في المنطقة هناك، سواء من أعداد شرطة الاحتلال التي وصلت إلى أو سواء من وصول مروحية إسرائيلية إلى مكان إطلاق النار أو من خلال كما ذكرنا تحييد المنفذ. وهذا ما تؤكده أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية، كنا تحدثنا عن ترجيحات أولية، الآن أتحدث عن موقع واينت الإسرائيلي، أتحدث عن القناة 12 الإسرائيلية، أتحدث عن إذاعة، يؤكدون أن سائق أو منفذ العملية عند جسر اللمبي في شاحنة وأخرجه وبدأ في عملية إطلاق النار. هذه المعلومات المتوفرة من الإسرائيلي. أشكرك شكرا جزيلا من القدس المحتلة، مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية.